من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا، وفقرتنا الحوارية الأولى لليوم خصصناها لنحكي عن يوم السلام العالمي اللي بيصادف من كل سنة ب 21 أيلول. طبعا السلام هو مطلب كل فرد ومجتمع، لهالسبب قام مجموعة من الشباب بالعديد من الأنشطة لتعزيز هيدي الثقافة وتكريسها بالمجتمع من خلال أنشطة طبعا مجتمعية وورشات عمل. لنحكي أكثر عن هيدي الأنشطة اللي قام فيها مجموعة من الشباب. معنا نور دالي، مؤسسة مشروع منا وفينا من الغرفة الفتية الدولية. يسعد صباحك نور. صباحك يا هلا. يا هلا بيكي. وأيضا هزار قبيلي، منسقة مخيم متصلون بسلام من جمعية صناع السلام. يسعد صباحك. صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيكم. يعني وقت اللي بنشوف هيدي الشباب هدول الفتية اللي عم بيقوموا بمبادرات عالمية على مستوى مجتمع المحلي، يعني كثير يعني ترفع لكم القبعة بداية. واهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. بداية من عندك نور، وكمان السؤال لإلك موصول هزار، اليوم العالمي فائدته او اهميته انه يكون له او تخصيص يوم عالمي الاحتفال بالسلام؟ هلا نحن كغرفه فتيه دوليه في عنا نطاق اسمه النطاق الدولي، هذا النطاق بيعنا بكل الايام العالميه، فنحن بنخصص بكل يوم عالمي ايفنت بنحتفل فيه، لانه هيدا الشيء منتشر بكل انحاء العالم. واليوم العالمي للسلام اهميته اجت من انه نحن كدوله كسوريا بحاجه لهلا انه نتعافى من الازمه اللي كنا فيها وننطلق للسلام، فمن هون اجت هيدي الفكره. هلا انا حجاوب شوي، يكون جوابي شوي بشكل عام، انه السلام هو مو بس يعني انه انا ما عندي حرب او هو حاله بتصير ما بعد حرب، انما السلام هو حاجه مجتمعيه بكل المجتمعات حتى بالدول المستقره. فبتنبع الحاجه انه نحن نذكر بوجود السلام يوميا، فلهيك انه فينا نقول هذا اليوم العالمي للسلام هو مثل تذكير للعالم انه لسه السلام موجود، موجود جوا كل حدا فينا، ونحن كلياتنا عم نشتغل عليه، لانه السلام هو اثر نحن بنتركه ورانا بشغلنا. حلو هذا الكلام. من هذا المنطلق انتم بلشتوا وقمتوا بالعديد من الانشطه. خلينا نحكي طبعا بالتفاصيل عن نشاط كل حدا فيكم. منا وفينا نور، اللي انتم طبعا بالغرفه الفتيه الدوليه قمتوا بهذا النشاط، كان امبارحه لمده يوم واحد للاحتفال بيوم السلام العالمي. خلينا نحكي شو تضمن هذا النهار. هلا هو هذا الايفنت كان عباره عن تجمع للجمعيات الاهليه الموجوده بمدينه اللاذقيه، لحتى كل جمعيه وفعاليه شبابيه تعبر بطريقتها عن السلام، سواء كان عروض مسرحيه او غنائيه او اشغال يدويه. كان في عندنا تقريبا 22 ستاند متوزع بكل انحاء حديقه العروبه، رافقوا فعاليات متنوعه خلال هذه الفتره. وكان من أهداف هيدا المشروع أنه نحن نربط أو نشبك بين الجمعيات الأهلية الموجودة بالمدينة ونضوي على أعمالها، انطلاقا من أنه هي بتنمي حس المواطنة الفاعلة، وأنه كنحنا كغرفة فتية دولية عم نكون صلة وصل بين كل هيدا الفعاليات. كمان أنه نحن عم نشجع الشباب على الفكر التطوعي لحتى يخدموا مدينتهم بشكل أفضل. حلو هزار، كونك انت كمان بمنسقة مخيم متصلين بسلام جمعية صناع السلام، كمان الاعمال اللي قمتوا فيها. هلا احكي لك اول شيء ليش صار المخيم. المخيم هو عم يصير هي السنه الثانيه بتعمله جمعيتنا، هو عم يصير ضمن حمله. هاي الحملة عنا عم تقوم بشكل سنوي اسمها حملة متصلون بسلام. هاي الحملة عم تمتد على مدار شهر كامل تقريبا من 10 ايلول ل 10 تشرين الاول. الحملة الشيء المميز فيها انه هي عم تكون فيها انشطة وفعاليات عم تصير على مستوى الجمعية ككل، على مستوى الفرق الموجودين ضمن الجمعية. فالسنة كان المخيم اللي هو ثاني سنة نحن بنعمله، كان المخيم هدفه الأساسي هو بناء السلام والتماسك المجتمعي. كان مخيم تدريبي على مدار 3 أيام وليلتين. الحلو فيه كان المخيم فيه ما يقارب 110 مشاركين، جاي على المخيم من 7 محافظات سورية غير اللاذقية. كان جاي على المخيم من الشام وريف الشام، من حمص، من السويدة، من حما، من حلب، من طرطوس. كان كثير شيء مميز لما نشوف حدا مقاطع 12 ساعة كرمال يكون يشارك معنا بهيدا المخيم، فكان كثير شيء تجربة حلوة. حلو هذا الكلام. يعني المبادرة اللي أطلقتوها يعني منا وفينا ذكرتي أهدافها، إنما خلينا نحكي أكثر عن المشاركات اللي كانت موجودة عندكم، أيضا عن الإقبال يعني المجتمع لإلكم كونكم موجودين كنتوا بمكان عام. كيف كانت الأجواء؟
هلا الاجواء كانت كثير ايجابيه وكان في عنا حضور جماهير كبير، تقريبا شيء 1500 زائر كان موجود عنا، توزعوا بين زيارات للجمعيات الاهليه، شافوا شو معروض من الجمعيات، قدموا الدعم والمساعده اللازمه وتعرفوا على هيدي الجمعيات عن قرب اكثر. يعني نزلوا على ارض الحدث وشافوا هالنشاطات كلياتها، وكمان كان في معنا شركاء اللي هن جمعيه مكتبه الاطفال العموميه، كان في معنا محلات جفتي للألعاب، وكان في معنا المصور الياس منصور. كل حدا فيهم عمل مجموعة من المسابقات والجوائز قدموها لكل الأطفال اللي كانوا موجودين معنا. حلو. وأخذوا صور تذكارية، وكانت مثل ما قلت لك الأجواء كتير إيجابية والناس طلعت كلها رضيانة. طبعاً فعالية طبعاً هيدا يعني. من فريق ويكير، هو فريق خاص بيعنا بتأمين الأدوية لمرضى السرطان. هاي البطاقات اللي انباعت ريعة كمان رح يروح لأطفال السرطان، كان اشتراك فيها مسبقا، وأيضا عند الباب كان في مبيع للبطاقات. كل هيدا الأمن اللي جمعناه هيدا الريع رح يروح لتأمين مستلزمات لأطفال السرطان. كثير حلو. هلا هزار، مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك كان بهيدا المخيم أو هيدا التخييم إنه في عدد من المشاركين من مختلف المحافظات، يعني في روح الألفة، روح السلام، يعني مثل ما العنوان هو بيدعو للسلام فعلا، يعني من خلال حديثك كان في نوع من السلام. هلا بدنا نحكي الهدف وأثر من هذه التخييم وإسقاطاتها على الواقع إلى أي حد فينا نقول فعلا هو تم التفاعل معه على أرض الواقع. هلا قلت لك قبل كان الهدف الاساسي من مخيمنا هو كان عم يهدف ببناء السلام والتماسك المجتمعي. كان المخيم هو مخيم تدريبي، مو بس عم يتضمن شق انه هو بس انه نحن طالعين برا اللاذقيه بس بدنا نغير جو او شيء، لا ابدا. كان مخيم تدريبي، كان عم يتضمن كل نهار فيه، كان هنا ثلاث ايام خميس جمعه سبت، كان كل نهار فيه عم يتضمن مجموعه من التمارين اللي هي تمارين تفاعليه وحركيه. حلو. اللي هي عم تصب هذا الموضوع، يعني كان في مثلا عندهم تمرين اسمه البحث عن السلام، اللي هو كان بالنهاية هيدا التمرين بدهم يلاقوا لغز اللي هو السوريون متصلون بسلام. فلما كانت العالم مقسومة على فرق وكيف كلها كانوا عم يشتغلوا على صار في تحدي تحدي وصار الكل عنده فضول يعرف شو هي الجملة اللي بدها تطلع معنا آخر شيء، لأنه هو كان يتضمن مجموعة من التمارين لحتى وصلوا هيدا الشيء. فلما كانت العالم كيف هن مقسومين على فرق، ولكن كلياتهم هنا صح اول مره شايفين بعضهم، بس كلياتهم هدفهم الاساسي انه نحن بدنا نشتغل سوا، اعطيني ايدك لحتى نطلع نحن بالجمله اللي بدي اياها اخر شيء. حلو. فكان يعني في تعاون كثير، كان في روح تعاون، كان في روح الفريق كلياتهم، كان في يعني كان في الفه محبه بيناتهم هن، وهن اول مره بيشوفوا بعضهم. حلو. يعني خلينا نحكي شوي عن يعني بنفس السياق اللي عم تحكي فيه هزار، موضوع الالفه المحبه بين الجروب اللي عم يشتغل بهيدا المشروع، يعني لحتى انتم تطلقوا اسم لهيدا المشروع. صح. اكيد كان في عمل، كان في شغل بالجي سي اي لحتى انتم طلعتوا باسم للمشروع وقررتوا انه يكون في هيك شيء. نحكي عن هيدي الاجواء عندكم انتم كشباب متطوعين. هلا نحن شكلنا فريق، كان العمل لمده شهرين متواصلين، اجتماعات تدريبيه كل اسبوع، بتجتمع اللجنه، بنطلع بقرارات، بنخطط للمشروع كيف رح يكون شكله العام، كيف رح تتوزع الستاندات، مين هن الاشخاص المشاركين معنا، كل حدا شو دوره باللجنه، كيف رح يكون متوزع اثناء الحدث. يعني هيدي كانت اختياره بدقه عاليه، بحيث انه مين محتاج اي شيء ويكونوا أعضاء اللجنة موجودين جنبه، ونضبط الموضوع ويكون منظم قدر الإمكان. طبعا كمان أثناء الفعالية كان في دعم من أعضاء الغرفة الفتية الدولية اللاذقية، نزلنا كلياتنا على الأرض، كنا متوزعين تقريبا شي 60 ل 65 شخص كنا موجودين، متوزعين بكل أنحاء حديقة العروبة، بحيث نظمنا الدخول والخروج، كان ما في أبدا مكان في زحمة ومكان فاضي. توزعوا بالترتيب وما كان في ابدا اي تزاحم او اي حوادث صارت. اختيار المكان يعني كمان خصوصيته، ليش اخترتوا حديقه العروبه بالتحديد؟ اول شيء لانه هي مكان صاير بنص المدينه وقريب على كل الناس، يعني اي حدا قادر انه يوصل له، وتحديدا حديقه العروبه دائما بيكون فيها نشاطات بيجتمع فيها اعداد كبيره من الناس، فكان هدفنا انه هيدي التجمع يكون لخدمه السلام. كثير حلو. كمان السؤال موصول لك هزار، يعني هون اختاروا حديقة العروبة، عندك انت اخترتوا الأدموس، يعني ليش؟
هلا القدموس هي مو اول تجربه لنا فيه، كان السنه الماضيه كان عندنا تجربه فيه بالتخييم، والسنه القدموس غير عنه لانه صراحه هو فيني اقول لك هو منطقه كانت بعيده عن جو اللاذقيه، عن جو الزحمه، عن جو الضجه، فهو كانت العالم بحاجه شوي لراحه نفسيه. طيب شو الاختلاف كان كونه هو التخييم الثاني؟ شو الاختلاف اللي صار بهذا؟ شو الاختلاف كان كانوا بالتخييم الاول وتلافيتوا انتوا؟ هلا الشيء المميز كان مثل عن المخيم الماضي انه هو بيكفي كان جاي مشاركين من محافظات ثانيه، بيكفي كان انه قاطع حدا 12 ساعه سفر كرمال يطلع معنا هالثلاث ايام. حلو. كان يعني انه هذا اكبر يعني فيني اقول لك اثر ايجابي لنا انه نحن قدرنا نجذب عالم من غير محافظات تجي تشارك معنا، هن بس سمعانين عن جمعيه صناع السلام فصار عندهم فضول يعرفوا مين هن صناع، شو بتشتغل صناع، فكان كثير كثير شيء حلو لما اجوا. الاخطاء اللي تلافيناها هي اكيد الواحد دائما بيتعلم من اخطائه. صحيح. هي الاخطاء يعني هي مو اشياء كانت اخطاء السنه الماضيه انه الاخطاء اللي كانت فادحه انه نحن بدنا نتجاوزها، انما هي شغلات تكون ثغرات صغيره نحن بحاجه انه نحسنها مشان نطور ادائنا سنه عن سنه. لانه دائما نحن بنسعى للتطوير ويكون ادائنا دائما احسن. حلو. يعني انتم توجهتوا خلينا نقول للطبيعه، للناس، تكونوا بين الناس بهيدا اليوم، وشعار يعني اليوم العالمي لهيدي السنة هو العمل المناخي من أجل السلام. خلينا نحكي عن يعني أهمية هيدا الشعار، وخاصة أنه أيضا بيصادف اليوم هو اليوم العالمي للتنظيف، التنظيف اليوم التنظيف العالمي للبيئة. خلينا نحكي هلا مثل ما بنعرف كلياتنا انه كوكبنا هو بخطر نتيجه توسع ثقب الاوزون والافعال الخاطئه اللي عم بيقوم فيها الانسان تجاه بيئته وتجاه الطبيعه. فنحن كغرفه فتيه دوليه ضمن نطاق المجتمع انطلقنا من هذا الموضوع وعملنا حملات لحتى نوعي العالم انه ينتبهوا لبيئتهم اكثر. كان في عندنا اكثر من نشاط، واحد من النشاطات كان الاسبوع الماضي كان تنظيف محميه شقيفات، هي محميه بحريه بتعيش فيها السلاحف. طبعا كان الوضع جدا سيء، لقينا مجموعه من السلاحف الميته هناك وهذا موسم تكاثر لهم، فحبينا نحن ننظف بهيدي الفتره لحتى نتح لهم فرصة للسلاحف أنه يتكاثروا بطريقة آمنة. مثل ما بنعرف أنه 20% من السلاحف الخضراء حول العالم تجي بتوضع بيوضها بالشواطئ اللاذقية، فهيدا شيء كتير مهم لنا أنه نأمن لهم هيدا البيئة الملائمة لحتى يوضعوا بيوضها. كتير حلو. هلا هزار مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك فعلا روح الالفه والتعاون والمحبه، ويعني من خلال حديثك انت في فرح من الانجاز اللي عملتوه، يعني فعلا تحقيق السلام يعني بيعطي رضا او تصالح مع النفس الى حد ما من قبل اشخاص عم بيعملوا الخير وعم بينشروا لهذا الخير. هلا انت كمان وضحتي فكره انه كثير الفرحه كانت من خلال مشاركات من مختلف المحافظات. هون السؤال كيف يعني تم تنسيق، كيف تم او روجتوا لحالكم انتم لتوصل الفكره لمختلف المحافظات ويجوا يقولوا نحن بدنا نشارك معكم؟ هلا بدايه من لما بلشت تنسيق للمخيم ما كان ابدا في فكره انه ممكن يجي مشاركين من غير محافظات. كان نحن مستعدين انه نحن نستقبل مشاركين بالمخيم من اللاذقيه بس ما نحن متطوعين لنا بالجمعيه. فبلشت الفكره لما تواصلوا معي وخبروني انه ليكي هزار في صبيه من الشام حابه تجي. حلو. فانا انه اوكي ليش لا؟ حكيت معي اصدقائي وبعدين هيك صرنا نحن لما عم ننزل بوستات على الفيسبوك يعني خلال التسويق لعمليه للمخيم صرنا انه نحن جاهزين لاستقبال العالم الجاي من غير محافظات. وفعلا انا استلمت مهمه اني انا اتواصل مع الاشخاص اللي جايين من غير محافظات، فكنت تواصلت صدقا مع ما يقارب ال 45 شخص. حلو. كانوا معبيين الاستماره من في منهم من اللاذقيه، من يعني فيني لك 75% من برا اللاذقيه. فكان انا عم بسالهم انتوا ليش حابين تجوا لعنا عجل؟ ليش حابين تجوا على المخيم؟ انه انا بس عندي هذا تقطعوا مثلا سفر تماما انا كان هذا سؤالي لجميع المشاركين انه انت سمعت عن مخيمنا كيف؟ فهنا كان دائما يكون الرد انه من رفقاتي انا سمعان عن صناع السلام عن طريق البيج، فانه انا اسال انت ليش حابب تجي تشارك؟ فكان دائما يكون الرد انه انا والله دائما بشوف شغلكم على الفيسبوك فانه انا عندي فضول اتعرف عليكم اكثر،
فهذا السبب الاساسي. كثير حلو. واجوا كنتوا طبعا موجودين شباب وصبايا، وخلينا نحكي شوي عن موضوعكم، كنتوا بالقدموس يعني بالبيئه بالطبيعه، ايضا كيف استغليتوا هذا الموضوع يعني اليوم العالمي للسلام وايضا تنظيف البيئه، كيف اشتغلتوا على هذه القصه؟ هلا هي مثل ما قلت لك، هو القدموس هو المخيم البيئي صار ضمن محميه، المحميه كلها قائمه على نظام الطاقه الشمسيه، وحتى الزراعه هناك بالري بالتنقيط. وحتى المي اللي هنيك هي عم تصل، المي هي بتوقع كانت من اجترار مي، انه جارين مي من هطول امطار او شيء، ما عندي فكره كامله عن هيدا الشيء، انما هو كان انه في نظام مي، ولكن هنا كانوا دائما يذكرونا انه قانونوا باستخدام المي، ما ضروري مثلا نحن عم نشتغل نضل فاتحين المي. كيف نحن استغلنا انه وجودنا بالقدموس وانه نحن عم نشتغل سلام؟ استغلنا انه نحن ننظف المساحه اللي حوالينا، يعني الغابة اللي حوالينا كنا كل ما تطلع الشمس بعد كل بريك بعد كل تمرين نحاول قد ما فينا ان احنا ننظف المساحة اللي نحن موجودين فيها والمساحة الغابة المحيطة فينا. فهيك عم تنقلوا الصورة، مثلا الموضوع اللي انتوا عملتوه من عندكم انتوا ينطلق للآخرين. تماما، وبتكون رسالة من خلال عملكم انتم. هون السؤال نور، يعني فعلا جهودكم مشكورة، ووقت اللي بنشوف دائما بنركز على موضوع شبابنا وصبايانا انه فعلا عندهم وعي ثقافي باي موضوع، وخاصة نحن مثل ما تفضلتوا انتوا حضرتكم انه عم نتعافى من الارهاب، من الحرب اللي كانت ظالمة على سوريا وخصوصا على شبابنا واطفالنا. هلا هون انتوا دوركم من خلال صناعة السلام، يعني انتوا عم تعملوا فعاليات وانشطة ودوركم كجمعيات الى اي حد عم تكونوا متلافين للاخطاء الشائعه، سواء كان مناخي او بيئي. مثلا في كثير من المستكات اللي عم بتكون من خلال شبابنا عم بيقول الى حد ما هذا خاطئ، ولكن انتم دوركم انتم تلافوا هيدا الخطا من عده قوانين ومعايير. ايه هلا نحن اول شيء كمنظمه كل مشاريعنا بتنطلق من تحليل احتياجات المجتمع. حلو. بننزل على ارض الواقع، عم نسال الناس انتوا شو في عندكم مشاكل، شو في عندكم احتياجات، شو حابين نعمل لحتى نطور المجتمع. حلو. تعالوا نتساعد كلياتنا لحتى نعمل مشاريع حلوه تفيد كافه الشرائح العمريه. يعني نحن بالغرفه نشتغل على 4 نطاقات، اللي هن نطاق الافراد، الدولي، الاعمال والمجتمع. كل نطاق بينزل بشوف شو ناقصهم هدول الناس، ممكن نعمل لهم تدريبات تتأهلهم لحتى يكونوا أشخاص أفضل. يعني مثلا خريجين الجامعات نتوجه لإلهم من قلهم أنه أنتوا مثلا خريج فرضا هندسة أو طب أو إنجليزي أو أي شيء تاني، أنتوا شو ناقصكم تدريبات نحن قادرين نعملكم إياها لحتى تقدروا تلاقوا شغل فورا. مثلا بنطاق البزنس كان في عنا أكثر من مشروع خدم شريحة كبيرة من الناس، وهلأ قريبا كمان في عنا مخيم ريادة الأعمال رح نطلع منه بأفكار كتير حلوة، ورح يكون في عنا رياديين أعمال بتلامس الواقع. رح تكون الأفكار طبعا رح تكون بتلامس الواقع وتنطلق من قلب مدينة اللاذقية. حلو. أكيد حلو. كمان هزار، يعني انتم كصناع السلام كجمعيه تشبيككم مع الجمعيات، مع اللي حواليكم، مع الاشخاص اللي حابين فعلا يكونوا موجودين معكم، كيف عم يكون؟ التشبيك هلا فيني اقول لك اخر تشبيك لنا كانت مع جي سي اي. حلو. كان شاركوا المتطوعين، كان في لما تم الاعلان عنه، هي مشركه عن جي سي اي، فتم الاعلان عن حمله ليتس دو ات، فكان في كثير قبول ايجابي من المتطوعين عنا انه ليش لا منروح. فعلا لما نزل الاعلان كان كثير في عدد من المشاركين، هي كان حمله تنظيف الشاطئ الشقيفات كانت نفس اليوم اللي نحن فيه بالمخيم، فانت تخيلي فكره انه نحن بالمخيم فوق وكان في مشاركين من صناع سلام رايحين مشان تنظيف شاطئ الشقيفات، بالاضافه لمشاركتنا بجميع اللي كانت فعاليات اللي عم تصير بلاديه على مستوى معارض او كرمس او اي شيء عم يصير على مستوى الولاديه. فنحن دائما بنكون نحاول نكون موجودين باي شيء، ولو كانت مشاركه بسيطه بس بنحاول يكون لنا اثر موجود هنيك. كثير حلو. هلا نور، لنجاح اي عمليه لازم يكون في علاقه وطيده بين المجتمع والجامعات، وانتم كطلاب جامعه يعني مخلصين، ويعني وبتمنى لكم التوفيق بمستقبلكم. هون كيف بتتم العلاقه؟ كمان دور الاهل لانتو حضراتكم شباب، كيف عم بيشجعوكم، كيف عم ينطلقوا لتستمروا بهيدي كلمه السلام؟ ليش ما بتوقفوا عند محل وبعدين لتنطلقوا بمحل ثاني وتشوفوا انه هيدي الفكره لازم نشتغل عليها؟
هلا نحن كمنظمة أغلب الأعضاء المتطوعين معنا هن من طلاب الجامعات، فهن بينقلوا لنا صورة رفقاتهم أصدقائهم الأجواء المحيطة فيهم بكل الكليات المختلفة، وكمان دور الأهل هو إنه يدعموا أولادهم ويشجعون على أي شيء هن بيعملوا، وخصوصي إذا كان فكر تطوعي، لأنه نحن حقيقة بحاجة للتطوع لحتى نخدم مدينتنا ونطورها بشكل أفضل. فهيدا الشيء دور الأهل، نحن عم نوعي الأهل أنه يشجعوا أولادهم على التطوع من خلال النشاطات اللي عم نعملها، عم بيكونوا موجودين معنا الأهالي، عم نقعد معهم نتحاور معهم نفهمهم عن دور الغرفة الفتية الدولية، شو ممكن تقدم لأولادهم، شو ممكن أنه يستفادوا منها كخبرات كشيء لمستقبلهم، فعم يتشجعوا الأهالي ويصيروا هن يشجعوا أولادهم أنه يتطوعوا معنا. تمام. مشاريعكم المستقبلية هزار كشباب متطوعين بصناعة السلام شو عندكم؟ عندنا حاليا مشروع سلام اللي هو مشروع عم يعمل على تمكين وبناء قدرات الشباب. عندنا نحن بالجمعية متواجد 14 فريق، فالشيء الأساسي اللي بنشتغل عليه بالجمعية هو تمكين وبناء قدرات الشباب من خلال مفاهيم مجتمعية، من خلال رحلة قيم بيمرقوا فيها على مدار سنة كاملة بتكون. فأول شيء هذا المشروع بدنا نكمل فيه، نحن كنا مبلشين فيه وحنتابع فيه لأنه هذا شغلنا الأساسي، بالإضافة لرحلة الفن والسلام اللي هي تم الإعلان عنها، إن شاء الله يمكن الشهر الجاي حتبدأ تطبيق فيها. الرحلة عم تتضمن مجموعة من الجداريات والخيمة الثقافية والمعارض. بالإضافة عنا حملة الإرث والتراث اللي هي عم تكون مثل تذكير للشباب إنه بتاريخنا بالتراث السوري إنه لسه موجود، مش ما حدا ينسى. حلو هذا كثير حلو. نور هلا بدقائقنا الاخيره بس بدي ركز على موضوع انه انتم بخلال اي مشروع بتنتهوا فيه بتكون في حصيله نجاح، هيدي الحصيله اكيد بتدفعكم لتنطلقوا بمشروع ثاني، هذا الشعور قد ايه بيعطيكم دافع انه فعلا انتم رح تستمروا، خاصه انتم مخصصين حالكم لاي شيء عالمي انتم تحتفلوا فيه؟ تماما. هلا باي مجال بالحياه ما في احلى من فرحه النجاح، وخصوصي لما بتشوفي الناس طالعه من اي مشروع انت عاملتيه وهي مبسوطه ورضيانه وعم تمدح بالشيء اللي انت عملتيه، طبعا هيدي الفرحه ما فيني اقول لك ما بتنوصف يعني، وشفناها بعيون الاهالي والاطفال الصغار وحتى الشباب اللي كانوا موجودين معنا امبارح بالايفنت، وبكل مشروع عم بيكون مثل ما انت من نجاح لنجاح ثاني، هيدا الشيء طبعا بيحملنا مسؤوليه كثير كبيره انه نحن نقدم دائما الافضل لحتى نكون على نفس المستوى ونرفع اسم المنظمه اللي هي الغرفه الفتيه الدوليه عاليا. اكيد نحن كثير بنتمنى لكم التوفيق بعملكم ايضا كشباب متطوعين. شكرا لوجودكم معنا لليوم. نور دالي مؤسسه مشروع منا وفينا، شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. وايضا هزار قبيلي منسقه مخيم متصلون بسلام من طبعا جمعيه صناع السلام، شكرا لحضرتك واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، ودائما المبادرات نحن هيك عم تعطي دافع انه نحن نستمر بالحياه ومن خلال شبابنا اكيد رح تحيا بلادنا. اهلا وسهلا فيكم ونورتي هزار ونور، وبتمنى لكم التوفيق.